هيا بنا نتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، ونحن في يوم الدعاء وفي يوم التضرع إلى الملك، عل الله أن يتقبل منا الدعاء مع الحبيب محمود حجازي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. وذلت لجبروتي الصعاب، اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداك، يا من كشف الضر عن أيوب في بلواك، يا وبرحمتي ارتد بصيرا وأعاد النور إلى عيناك، يا رحيم يا رؤوف، يا رحيم يا رؤوف، يا ذا العزة والجبروت، يا برحمتك يا
القريب.